أظن. منو راح يطوع يسجلها؟ حسين الغانم سجلنا هالشاشة هنا. طلاب بالنسبة للكود مالتك على مود تفهم انه راح ندزك اياه ان شاء الله، على مود تفهم شلون تكتب الكود بالورقة مال الامتحان. هاي هي ورقة الامتحان. هذه الأسئلة من 1 إلى 30 على سبيل المثال، أو عندك أنت فقط 15 إجابة، 15 خلينا نقول 15 طلاب. إذا عندك 15 حيجيك بهالشكل. يبقى اسمك شلون تكتبه؟ أنت ما تكتب اسمك، حتكتب الكود مالتك اللي راح أدزلك إياه. الكود هو كالآتي، مؤلف من 0 إلى 9، عفوا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. نعم، 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 مراتب، 10 مراتب. يبدي الكود مالتك كالآتي: 0 2 اللي هو رمز الكلية، فتلون الصفر هذا. انت لا تكتب شيء هنا، هنا هنا لا تكتب اي شيء طلاب. اذا كتبت هنا ولونت، البرنامج يعتبر لك يا صفر، يعتبر غش صفر. يعني انت تكتب الكود مالك هنا، تعلم الاستاذ انه انت فلان، وهذا ما يصير بالبرنامج. فعلى هالاساس تخليه فارغ. لا عاد شلون تحفظ الكود مالك؟ ان شاء الله تكتبه بورقه وياك قصاصه وتجيبه، ما عندنا مشكله. فاذا الكود مالك يبدي 0 2، فتلون الصفر وتلون الاثنين. اكرر، لا تكتب شيء هنا، انا اكتب لك على ما بس تعرف. بعد شنو؟ عندك صفر، لان احنا كليه مو اقسام، ما عندنا قسم. فنكون صفر، ما عندنا اقسام، احنا كليه وليست اقسام. واحد، دراستنا صباحيه. واحد، دراستنا صباحيه. زين، اثنين، دراسه مسائيه ما لنا علاقه، صباحي. سنه الدخول مالتك التسجيل الكلي هي 20/2/2/0. فتلون الاثنين والصفر. اما اللي راسب من العام فالكود ماله يكون 1/9/19، اللي قبلها من اول عام 1/8/18. اخر دولي خمس ارقام هم الرقم مالتك، هذا الرقم مالتك. فمثلا انت رقمك 300، خلينا نقول، خلي اشوف لك فد رقم هنا على مود يكون ريال الحكي مالتنا، يكون ريال، واشوف هذا الاسم مثلا طالب منه بالمرحلة الثانية. عندنا مثلا آمنة، يا آمنة عندنا هنا، ويانا دائما آمنة. مينا، مينا، مينا موجودة، مينا مو تقول إن فضحته، مينا، مينا شنو؟ مينا أحسان، مينا أحسان. الكود مالتك هذا اللي هو 300 3 3 4. إذا 3 3 4 3 3 3 4. طيب العدد هذول شو أسوي؟ أظل الثلاثة والثلاثة والأربعة، ذول يعوفهم؟ لا ما نعوفهم، نخلي صفر صفر. المربع هذا طلاب يخص اللجنة الامتحانية، يخص اللجنة الامتحانية. ليش؟ اللجنة الامتحانية تيجي تقرأ الكود مالك وتكتب رقمك بالخط اليد، لاحظ وياي. اللجنة الامتحانية الأستاذ أو اللجنة الامتحانية بعد ما يصحح، اللجنة الامتحانية تظهر الرقم مالتك على مود تنزل درجتك مباشر عقبه بالسجل. على من تعترض تقدر تروح تطلع رقمك أو اسمك. فهمتني شلون؟ فإذا هذا لاحظ هنا، هسه هذا الخابل الكود على سبيل المثال، هسه هذا طالب، طالب امتحان. شوف الخط هنا واحد، هذا الخط هو نفس هذا الخط. يعني الاستاذ بيطلع الكودات، يرجعها الاستاذ مو الطالب يكتبها. هذا ينكتب بعدين بخط اليد، الاستاذ يكتبه.
زين اللجنه الامتحان اللي كتبها تجي تقرا وتكتب لك هنا على مود من يصير اعتراض على شيء هنا اسمك موجود فيطلعون الكود ويكتبون اسمك على الورقه. تمام؟ فانت تلون هذه، شلون تلونها؟ تخلي زقزاق، تلونها دائره كامله. شوف هسه هذا اللي هنا انا ما مخلي، ما ملون كل الورقه، لا تدوخ انت تقول لي انا رادي فد وقت على مود الون كل ورقه، بس مجرد شخطه على شو اسمه، لا تكتب اي شيء داير ما داير هذا الكود، لا تكتب اي شيء لا هنا ولا هنا، لا تكتب لي هذا هو الاجابه الصحيحه. الله يخليكم. لا تكتب لي هيج، لا تشخبط على هاي وتقول لي هذه هي الاجابه الصحيحه. واضح؟ تكمل اجابتك بالش اسمه بالورقه مالتك مكتوب لك فراغ رقم واحد، فراغ رقم اثنين، فراغ رقم ثلاثه. تيجي هنا تخلي مثلا بي، تخلي مثلا سي، تخلي دي، وتجي تنقل لي يعني هنا تظل البي تظليل بسيط هيك، تظل السي بسيط، تظل الدي بسيط، وهكذا. ابدا اخر شيء يلا تنقل. الله يخليكم. انا اليوم شوف بس باع وياي احنا الخميس عندنا امتحان، راح نستغل شنو هذا البرنامج هم نصل بسهوله وهم نعلمهم، لانه بالفاينل هذا البرنامج موجود. بالفاينل عندنا 330 34 طالب للاول للثاني العفو، عندنا 400 تقريبا و50 طالب من الاول، عندنا 300 وكسر بالثاني. لجنه امتحانيه مو فارغه اصح لك واحد واحد، هذا التصليح راح يكون من قبل اللجنه الامتحانيه وليس استاذ الماده. هذا تخلي بي دي اف وتسحب، عفوا تخلي الاوراق وتسحب تحولها بي دي اف، اسمك راح يضيع. عود من عود من تعترض يلا يبين. وفي ناس تقول لك انا مشاك بروحي، ما ادري يجوز فار درجه درجتي تفرق لك. فالله يخليك. ابدا لا تلون الا بعد ما تكمل، الا بعد ما تكمل. انتبه. وضحت؟ اجابتين اذا انا الكود كاستاذ كاتب وحده وانت خليت اثنين صار خطا. خليت الخط صار خطا. ضربت هاي هي كلها وديتها ترك صار خطا. لا ترك عوفا، لا تكتب لا تشخط اي شيء. ياخذه ياخذه حتى لو طالع من الدائره، هذا طالع من الدائره ياخذه، هذا كله ليش؟ هو يحسب الابعاد، يحسب الابعاد بين هاي وهاي. طالما البعد عنده ديستانس ما واصل هذا ما صار اوفرلاب يمشي عدل. وضحت شباب؟ هذاك بغير برنامج شباب، ذاك برنامج اسمه اكزام ريدر. ذاك برنامج اسمه اكزام ريدر، ذاك هو اصلا يقول لك انا ما لا تعرض، هذا البرنامج ما يشترط الحساسيه مالته جدا عالي. شوف ممكن الاستاذ يجيب ام سي كيو 15 يصلحهم بهذا البرنامج، يعطيك الورقه مالتهم. وبقيه الاسئله سؤالين يجيب لك اياهن مثلا على شرح يصلحهم ذيك واحد. تمام علي؟ هذا ارجو انه هذا التسجيل الطلاب يدزونه لزملائكم على مود يفهم شلون يدخل شو اسمه. شكرا حسين الغانم مقدما.